أنتم طهران، نحن الأقوياء، نحن وجود، أنتم طهران، أنتم لستم إلا احتلال، أنتم دولة احتلال ظالمة فاسقة، لا يوجد في قلوبكم أي ذرة من الرحمة، تقتلون الأطفال والنساء وكانوا يحملون صواريخ بالطبع، هكذا يا فخاي، كان الأطفال والنساء يحملون صواريخ، أنت كاذب، أنت وكل فيك جيشك، أنتم كاذبون. أنتم ليس في قلبكم ذرة واحدة من الرحمة. أنتم أيها الفسقة الظلمة، أنتم يا أبناء اليهودية، والله 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 سنحرر فلسطين، والله والله سنسجد ركعات شكر لله، ولكن في المسجد الأقصى إن شاء الله سنحرر فلسطين، وسنطردكم وسندوس على آخر جثة صهيوني لعين في غزة لأرجلنا الشريفة، سندوس عليكم إن شاء الله. الشهيد ابتسم سمع الزغاري.